عزيزي المشاهد أهلا بك في حلقة جديدة من برنامجنا فحصين الكتب برنامج دراسة الكتاب المقدس بطريقة متأنية بفكر حضرتك أن أفضل طريقة تتابعنا بيها أن نسختك الشخصية من الكتاب المقدس تكون قريبة منك ومعاك حاجة بتاخد فيها ملاحظاتك وبفكر حضرتك برضو أن احنا بنرحب بأي تساؤلات تحب تبعتها لنا على الموقع بتاع البرنامج احنا بنواصل دراستنا في انجيل مرقس وصلنا لأصحاح اربعه قطعنا شوطا فيه لكن قبل ما نكمل في الجزء بتاع النهارده خليني ارحب بضيوفنا في الاستوديو أخي يوسف رياض اهلا بيك اهلا وسهلا اخ معين بشير اهلا بيك اهلا بيك أهلا. اخ عادل حبيب اهلا بيك اهلا خاصا وقال هكذا ملكوت الله كان انسانا يلقي البذار على الارض وينام ويقوم ليلا ونهارا والبذار يطلع وينمو وهو لا يعلم كيف لان الارض من ذاتها تاتي بثمر اولا نباتا ثم سنبلا ثم قمحا ملانا في السنبل واما متى ادرك الثمر فللوقت يرسل المنجل لان الحصاد قد حضر اخ معين احنا كنا انتهينا من ال 25 عدد الاولانيين في الاصحاح عايزين نلقي نظره على المثل اللي بيقوله الرب في الاعداد من 26 ل 29 في البدايه نفكر المشاهد بالجزء اللي فات اذا كان متابع معانا انه الجزء اللي فات من عدد واحد لعدد 25 فيه كلام عن مثل الزارع وازاي الرب فسر المثل ده لتلاميذه وبعدين تطبيق المثل على الخادم اللي خد وزنات أو معاه مكيال إزاي ما يضيعش الفرصة ويبدأ يشهد للرب في الجزء اللي قدامنا من عدد 26 لعدد 29 كأنه الرب لخص لنا قصة البذرة من بدايتها إلى وقت الإسمار إزاي بيحصل وده يورينا فيها أنه عمل الله في نفس الإنسان بيبدأ بعمل سري إنسان ما يعرفش إزاي بتلقى البذره وبعدين ما يعرفش اللي حط البذره ايه اللي حصل لها في التربه هو ما عندوش فكره لكن فجاه يلاقي انه في بدات اللون الاخضر ينتشر على الارض وبعد كده بدات تطلع زرع وبعد كده بدات تطلع سنابل الى ان ياتي وقت الاحصاد فالقصه من بدايتها الى نهايتها في عمل البذره بس نشوف لما تبدا تطلع الزرع وتبان على وش الارض عايز يشرح لنا أنه في درجات للنمو يمكن أحيانا أطبقها أحيانا بنسمع بعض يقول لك لا ما أنا مؤمن ماشي الإيمان في القلب أنا مش شايفه زي البذرة في التربة محدش يعرفها لكن في سمر للإيمان زي ما قال الرسول يعقوب أرني بأعمالك إيمانك في سمر إن كان السمر بيبان البداية يقول لي نبات وبعدين الدرجة الثانية سنبلا ثم قمحا في درجات نمو في كنيسه كورنثوس كتب لهم الرسول بولس قال لهم مره ان انتم اطفال سقيتكم لبنا لا طعاما الطعام القوي للبالغين انتم لسه اطفال انا عايزكم توصلوا الى مرحله البلوغ توصلوا الى مرحله الرجوله او نقدر نطبقها برضه بالجزء اللي اشار ليه الرسول يوحنا في رسالته الاولى لما بيتكلم عن المؤمنين اللي بيسموا عائله الله واللي فيه اولاد فيه احداث فيه اباء في درجات نمو لكن هنا لما بيقول لي عن البذره ازاي بتطلع لا دي المؤمن ما يشغلش نفسه بيها او الخادم ما يشغلش نفسه كتير بالموضوع ده هو يلقي خبزه على وجه المياه البذره بتحمل حياه جواها ده عمل الرب ازاي بيضمن تاثير الكلمه في الانسان بس ما هو الا كتربه يتهيا لاستقبال كلمه الله وسماعها بعد كده الرب بيعمل بيه يقدر بيستعجب مرة لما رب الرب بيتكلم عن قدموس بيرد عليه يقول له ازاي؟ يعني هتولد قال له لا ده الريح تهب حيث تشاء انت دي حاجة ما تعرفهاش لكن ده عمل الرب في قلب الإنسان. عرفنا قبل عرفنا قبل كده في إنجيل مرقص إن مرقس يذكر من مجمل أمثال المسيح فقط أربع أمثال والأربع أمثال دول كلهم جم في مرقص أربعة مثل الزارع مثل السراج مثل البزار الناميه واخيرا مثل حبه الخردل ان كنا في مثل الزارع بنشوف اهميه الزارع نفسه لكن في هذا المثل الذي امامنا بيبين اهميه كلمه الله نفسها كالبزار لان كلمه الله تحمل القوه في ذاتها مكتوب عنها حيه وفعاله في اعمال 12 تيجي ايه جميله واما كلمه الله فكانت تنمو اذا هنا بنشوف فعلا قوه وتاثير كلمه الله نفسها المثل اللي جه هنا رغم ان مرقص زي ما فهمنا دلوقتي انه مش مشهور قوي بانه بيذكر لنا امثال كثيره من بين 35 مثل ذكر اربعه، لكن هذا المثل لم يرد الا في انجيل مرقس يعني في اه نقدر نقول انه يعادل او يقابل اللي جه في متى مثل زوان الحقل، مثل زوان الحقل الشيطان يعمل. يعمل بطريقه سريه، لكن هنا الله يعمل بطريقه سريه. زي ما قال بولس انا غرست ابل الثقه لكن الله هو الذي كان يغني ونلاحظ ان في المثل ده في ثلاث مراحل المرحله الاولى يزرع بامانه الخادم الامين يزرع بامانه ثم ينتظر بصبر الى ان ياتي وقت الحصاد فيحصد بفرح المسيح زرع الان ينتظر صبر الخادم وحيجي قريب جدا الوقت اللي فيه متى ادرك الثمر فللوقت يرسل المنجل لان الحصاد قد قضح. حضر والذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج ده مبدا عام لكن بعد كده يخصصوا كاتب مزمور 126 على شخص واحد الذاهب ذهابا بالبكاء بالبكاء حاملا مبذر الزرع مجيئا يجيء بالترنم حاملا حزمه فهنا بنشوف الخادم الكامل المثالي الذي زرع وبعدين حاليا يصبر وينتظر وعن قريب جدا سيأتي وقت الحصاد نقدر نشوف فيها برضو صورة للمسيحية يعني الرب لما جه ما جاش علشان يأسس ديانة ادى شوية طقوس وفرايض اعملهم هي بزرع مش منتظرين سمر منه هو مدام مارس اللي تقاله زي ما بتعلمه الديانات الأخرى خلاص هو كده في نظر نفسه ان هو كويس لكن المسيحية مش كده المسيحية حياة صحيح البذرة في البداية ما بتبانش لكن بتبان نتائج البذرة في الحياة المسيحية حياة بتبان على سمر المؤمن وحياة المؤمن وتصرفات المؤمن وسلوك المؤمن أيوة يمكن تكون البداية صغيرة لكن لابد أن يكون فيه نمو روحي وإلا يتشك فيه وتشك في إيمانه إذا كان بيدعي أن هو مؤمن عايز أقول حاجة عن السمر لأن الناس أعتقد في كتير من المسيحيين بيشوفوا السمر ان هم يعملوا حاجه يعني يخدم يوعظ يدي انا بقول انه سمرايه القمح لازم تبقى قمح نفس طبيعه الحياه بتاعه القمح فالسمر في المسيحيه هو قد ايه انا بأظهر حياه المسيح فيا زي ما عاش اعيش انا كمان هنا يمكن دي محتاجه انها تتوضح قدام اعزائنا المشاهدين ونلاحظ كمان تاني يا انه السمر اللي هو حياه المسيح ينشئها روح المسيح الساكن فيا ولعنه في غلط يا سمر الروح مش سمر الجسد ولا سمر الانسان ولا سمر عقائد انا معتنقها لكن دي شيء بينشئه الروح القدس في المؤمن. يعني اكتر مش هتقول ايه لكن هتتصرف ازاي؟ هيبان فيك محبه، هيبان فيك تضاع هيبان فيك طول انات، كل الحاجات الجميله اللي يقولها عن سمر الروح ديت اعتقد هي اللي بيتكلم عنها هنا لما يتكلم ويقول سمر. الاخ يوسف اشار الى ان الانسان الذي يزرع يشير للمسيح. لما زرع في فترة وجوده على الأرض وبعد كده صعد إلى السماء والبزار تنمو في فترة غيابه لحد ما يجي وقت الحصاد لكن ممكن من جانب تاني نطبق إن الإنسان الذي يزرع يشير إلى خدام الرب الذين يزرعون الكلمة وتلفت النظر كلمة في عدد 27 ينام ويقوم هنا النوم مش مقصود به نوم الكسل لكن نوم الاطمئنان الخادم يقدم كلمة الله ممكن يترك المكان مطمئن ان كلمه الله تاخذ مجراها ويعني على سبيل التوضيح بولس في اماكن قعد فيها وقت كبير يعني في افسس قعد ثلاث سنين في كورنثوس قعد 18 شهر لكن لما زرت تسالونيكي قعد فتره قليله جدا قعد ثلاث اسابيع قدم كلمه الله وبعد ما قدم كلمه الله مشي بس مشي وكلمه الله خدت مجراها يكتب لهم بعد ما سمع الأخبار أن إيمانكم ينمو كثيرا فالكلمة قوية وحية ولها تأثير في النفوس أنا عايز أوسع القاعدة أخي عادل مش بس الخدام لكن يمكن أم أو أب بيقولوا لأولادهم أو زميل في العمل بيقول للزملاء بتوعه ارمي الكلمة القي خبزك على وجه المياه قول الكلام حط الكلام وصلي ورافقه بالصلاة وفي توقيت من لان في ناس ممكن تحبط ان هي بتكلم ولادها بيكلم جيرانه بيكلم حد ومش شايف نتيجه النهارده ممكن نتيجه تكون مؤجله وده بيحصل كتير جدا بس لا نفشل في ان احنا نزرع هذه الكلمه في كل من حولنا اذا رجعنا الى ان الزارع هو المسيح يعني ينام ويقوم اعتقد ممكن نطبقها مش بقى المسيح نام لكن المسيح مات بعد ما مات قام وبعدين يقول لنا في العدد 28 لأن الأرض من ذاتها تأتي بثمر أولا نبات ثم سنبلا ثم قمحا ثلاث درجات من النمو أفتكر بتفكرنا برسالة يوحنا الأولى أصح اتنين عائلة الله فيها ثلاث مستويات فيها أولاد صغيرين أطفال وفيها أحداث ناموا شوية ما بقوش أطفال بقوا أحداث غلبوا الشرير لكن بعد كده نلاقي الاباء مرحله الاباء الذين عرفوا الذين من البدء هنا ثلاث مراحل للنمو في النبات وفي يوحنا الاولى ثلاث مراحل للنمو في عائله الله ان كان الخلاص يحتاج الى لحظه لحظي أي. اللحظه اللي فيها الواحد يامن ان امنت بقلبك واعترفت بفمك بالرب يسوع خلصت الا ان النمو نفسه يحتاج الى وقت صح كده هنا بيقول ينام ويقوم ليلا ونهارا يحتاج وقت في البدايه يبتدي طفل يحتاج الى اللبن وبعد شويه يكبر يحتاج الى الطعام القوي للبالغين وقت الحصاد اظن انه وقت فرح للكل يعني يمكن حتى عمليا بنشوفها في اثناء حصاد القمح في في الارياف يعني صاحب الارض اللي زرع فرحان والحاصد برضه بيفرح وحتى اللي اللي مجرد شارك باي طريقه اللي وصل الميه للزرع علشان يشرب برضه بيفرح حتى عابر السبيل لمجرد انه يعدي بيلاقي فيه سمر ممكن ياخد من السمر ده ويفرح فدلوقتي في لحظه الاجتهاد الدموع التعب لكن قريب جدا هيكون في فرح للمسيح فرح للمؤمنين فرح لكل اللي خدموا في حقل الرب لما بيشوف الحصاد الكثير نتيجه عمل الرب يعني اذا كنا هنطلع بدرس عملي علينا ان نلقي البزار وننتظر ما نقولش هم اي حاجه انا القيت بذره كلمه الله في القلوب وعلينا ان ننتظر والرب عنده طرق عجيبه جدا كيف يجعل هذه البذره تنمو وتاتي بصبر. وقال بماذا نشبه ملكوت الله او باي مثل نمثله؟ مثل حبه خردل متى زرعت في الارض فهي اصغر جميع البذور التي على الارض ولكن متى زرعت تطلع وتصير اكبر جميع البقول وتصنع اغصانا كبيره حتى تستطيع طيور السماء ان تتاوى تحت ظلها وبامثال كثيره مثل هذه كان يكلمهم حسبما كانوا يستطيعون ان يسمعوا وبدون مثل لم يكن يكلمهم واما على انفراد فكان يفسر لتلاميذه كل شيء اخي يوسف حبة الخردل مثل من الامثال اللي تعددت الاقوال فيه وكل واحد شايفه بطريقة معينة رغم اهميته ومركزيته ان لكن عايزين نلقي ضوء بفكري تربط بالكتاب اكتر على الاعداد اللي هو فيها من 30 ل 34. هو بدايه هذا هو المثل الذي جاء في الاناجيل الازائيه متى ومرقس ولوقا غير الامثال السابقه، برضو مثل الزارع جاء في الاناجيل الازائيه الثلاثه. المثل علشان نفهمه ما تختلفش الاقاويل، في مفتاح كان قاله المسيح، انتم مش فاهمين مثل الزارع فكيف تفهمون جميع الامثال هذا المفتاح اذا ما فهمتش مثل الزرع مش هتفهم بقيه الامثال طب تعالى بقى احنا فهمنا مثل الزرع تعالى نفهم ده اولا بيقول لنا ان البدايه كانت متواضعه جدا ملكوت الله بدا بدايه متواضعه للغايه اللي بيقول عنها هنا مثل حبه خردل هي اصغر جميع البذور البعض اعترض على كده وقال لا في بذور اصغر المسيح ما كانش بيدي محاضره في علم النبات لكن عند اليهودي اللي متعود يزرع في جنينته بعض الزرع الحاجات اللي بتتزرع كانت اصغر حاجه عنده هي حبه الخردل. بالنسبه للمستمع. المت... بالنسبه للمستمع. يعني ان هو مش ب... زي بتقول حضرتك مش, مش بيلقي محاضره مش بيلقي محاضره جامعيه. بتجربه الصغيره دي لكن ال... 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 وهو مضرب امثال يعني حتى المسيح في مكان اخر لو كان عندكم ايمان مثل حبه خردل يعني عايز يقول لنا حاجه صغيره جدا. أه... لكن لما بتتزرع تطلع وتصير اكبر جميع البقول اللي برضه في جنينتكم اللي تعرفوها انتم يعني عاوز يقول لنا بدايه صغيره جدا انتهت بشجره والشجره في الكتاب المقدس كما نفهم من مثلا دانيال اصحاح اربعه نفهم انها مملكه وكان المسيح بيقول ان البدايه بتاعه ملكوت الله كانت صغيره جدا لكنها انتهت الى مملكه مع ان المسيح كان قال لبيلاطس مملكتي ليست من هذا العالم لكن بكل اسف المسيحيه بعد ذلك بقيت مملكه زيها زي بقيه ممالك العالم يعني ليها صفرة يعني ممثل دبلوماسي كل بقيت مملكه طبعا مش معنى كده ان ربنا مبسوط بكده لانه قال صراحه ان مملكتي ليها مبادئ تختلف تماما عن مبادئ هذا العالم لا الاكثر من كده انه بيقول تبقى شجره كبيره وتصنع أغصانا حتى تستطيع طيور السماء أن تتآوى تحت ظلها وهنا الاختلاف اللي ما بين ناس بتفسر وناس بتفسر البعض قال لك يعني من جميع الشعوب والأمم والقبائل والألسنة هيستظلوا بهذه الشجرة بس المسيح في نفس الأصحاح كان قال حاجة تانية عن طيور السماء يعني لو رحنا أصححنا عدد أربعة جاءت طيور السماء وأكلته المسيح شرح طيور السماء في عدد 15 فبيقول يأتي الشيطان للوقت وينزع الكلمة المزروعة في قلوبهم هل معنى ذلك أن ملكوت الله جت الطيور بتاعت السماء الشيطان والشياطين بتوعه وسكنهم الإجابة نعم يمكن واحد يعتبر الموضوع ده صادم شوية لا مش صادم اقرأ مثلا تيموثاوس الأولى أصحاح أربعة يقول في الاخر في ايام الاخيره هتاتي ازمنه صعبه هيتبعوا تعاليم شياطين يا جوه المسيحيه تعاليم شياطين اه اقرا رؤيا اصحاح اثنين يقول الذين لم يعرفوا اعماق الشيطان كما يقولون فدخلت انا اعلم اين تسكن حيث كرس عرش الشيطان. كرسي الشيطان او عرش الشيطان اذا الشيطان بمبادئه في الهرطقات في حاجات كتيره قوي دخلت المسيحيه هنا عاوز يقول لنا ان في نمو لكن على حساب النقاوه التعليم ما عادت نقيه وبسيطه زي زمان لكن منظر كبير لكن النقاوه الروحيه ضاعت واللي يزيد اقتناعنا بانه التفسير دوت هو اللي ماشي مع كلام الرب كم الضلالات والبدع والمعلمين الكذبه اللي بيطلعوا النهارده بتسمع حاجات في منتهى العجب والاسم ان هو ينتمي الى هذه المنطقه المسيحيه حتى من جوه المسيحيه يطلع ناس بينكروا اساسيات المسيحيه زي شوديها وزي الناس اللي بتؤمن بحاجات كتيره جدا نقدر نسميها ان هي ضلالات. لا ننزعج مش كده؟ لان المسيح سبق و... وقال لنا في الحقيقه انا احيانا بنسمع حاجات في اليوتيوب بنزعج لكن بقول هو ربنا مش قال لنا مش نور علينا؟ يعني لما يجي واحد يقول لك مش مهم انت بتؤمن بايه؟ يا مش مهم انا بامن بايه بس تكون مخلص في عقيدتك. أي عقيدة كلام ده لما يتقال من ناس في داخل المسيحية ده دا مش مزعج في الحقيقة مزعج لو كان ربنا ما علينا لكن لأنه نور علينا المسيح اللي قال أنا هو الطريق والحق والحياة أنا مش طريق من الطرق ولا حق من ضمن الحقائق أنا الطريق الحق الحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا به لما نسمع سواء في في المسيحية عموما لما نسمع كلام عكس كده ما تستعجبش لأن الكتاب قال لنا الكلام ده في المثل ده إذا المسيحية نحن لا نبحث عن شكل كبير ليها لكن رب بيبحث عن ثمر حقيقي لها صحيح يعني مش بيبص على العرض لكن على العمق يلفت النظر الكلمة الجميلة اللي جات في عدد 30 وقال بماذا نشبه هو متعود دايما يقول بماذا أشبه لكن هنا قال لي بماذا نشبه وكأن الرب سر أن يتحد نفسه مع التلاميذ الأحباء لأنهم بقوا عليه دخلهم لدائرة المودة والصداقة وكأن بيتمم الكلام اللي قاله في يوحنا 15 لا أعود أسميكم عبيد بل أحباء لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده لكن أنا أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي فهنا أعتقد لكن المره الوحيده يا اخي يوسف اللي بيقول فيها الرب ماذا نشبه مش بماذا اشبه. لكن بناء على كلام حضرتك يا اخي يوسف فهمنا انه مش هي دي الكنيسه اللي بحسب فكر المسيح. لا ده امثال بيورينا المسيحيه بصفه عامه صورتها الخارجيه. لكن للي عايز يشوف الامثال اللي فيها كلام عن الكنيسه يقرا مثلا مثل اللؤلؤه او مثل الكنز، كنز مخفى في حقل حقل كبير لكن في وسطي موجود كنس هم دول المؤمنين الحقيقيين اللي مش ظاهرين في الحقل بصفة عامة لكن في وسط الدائرة الكبيرة أو بلغة تمساوس في وسط البيت الكبير في صحيح أواني للهوان لكن في أواني للكرامة دول الكنيسة الحقيقية دول المؤمنين الحقيقيين اللي ارتبطوا بالمسيح بالإيمان يعني على تصديقا لكلام حضرتك في متى 13 في اربع امثال وسطى المثل الثالث والرابع والخامس والسادس قيل ان المثل الثالث والرابع حبه الخردل والخميره صوره الخارجيه للملكوت للمسيحيه المسيحيه لها صوره خارجيه كبرت قوي حبه الخردل كبرت قوي الخميره والبعض بيقول ان الخميره بركه ونعمه الخميره في كل الكتاب المقدس تمثل الشر والخطيه، طب وهو دخل الشر والخطيه؟ الاجابه نعم دخلت زي ما نقرا في العديد من الرسائل. لكن الصوره الداخليه نشوفها في المثل الخامس والسادس اللي هو مثل الكنز ومثل اللؤلؤه. فعايز تشوف الصوره الخارجيه المثل الثالث والرابع حبه الخردل والخميره. عايز تشوف الصوره الداخليه وتقدير الله للاتقياء مثل الكنز المخفى في حقل ومثل اللؤلؤه. ودي صوره مش حديثه اخي في الصوره الخارجيه ده من ايام الرسل من ايام الرسل الرسل كتبوا لنا معلمين كذبه أيوة. انبياء كذبه اخوه كذبه يعني موجود الشيطان دخل وبدا يزرع زرعته صحيح عدد 34 يقول وبدون مثل لم يكن يكلمهم واما على انفراد فكان يفسر لتلاميذه كل شيء ايه الداعي ان الرب يتكلم بامثال لان في الحقيقه كثر المنتقدين والمتصيدين والمتربصين. فالرب لما بيتكلم بمثل او قصه اهو الناس المعترضه المتصيده سمع قصه ويمشي لكن المخلص يتبقى ليسأل ولما يسأل المخلص الرب يفسر عشان كده ان كان يتكلم للجمع بامثال لكن على انفراد المخلصين يفسر للتلاميذ كل شيء. قيل ان الامثال زي السحابه التي فصلت بين المصريين وبني اسرائيل. كانت منوره ناحيه شعب الله مظلمه ناحيه المصريين هنا بالاسف الشديد نظرا لان الشعب رفض المسيه فكانت مظلمه على التلاميذ القليلين اللي زي ما حضرتك قلت ليهم رغبه انهم بيفهموا ومظلمه على بني اسرائيل لانهم مش عايزين يفهموا واللي مش عاوز يفهم ربنا ما بيفهموش وعشان كده بقول يكفينا في تعاملنا مع الله الاخلاص إذا كنت مخلصا لو كنت في آخر الدنيا في الإسكيمو ربنا هيوصل لك صوته. وإذا كنت عايش في مكان البركة زي يهوذا الإسخريوت وأنت غير مخلص مش هتفهم حاجة. شفنا في الأجزاء اللي فاتت يا أخي سواء في المثل الزارع أو في البزار اللي بدأنا بيه إزاي المؤمن بيشارك أو إزاي الخادم بيشارك لكن أشوف مثل رائع في الرب يسوع بيشارك إزاي أو بيتكلم إزاي في عدد 23 يقول كان يكلمهم حسبما 33 مش بحسب اللي عنده 33 مش بحسب اللي عنده كان يكلمهم حسبما كانوا يستطيعون ان يسمعوا يسمع. عنده عنده كلام كثير جدا يعني مره قال للتلاميذ في يوحنا 16 لي امور كثيره ايضا لاقول لكم ولكن لا تستطيعون ان تحتملوا الان يوحنا 16 12 يعني بحسب فهمهم واستيعابهم كان الرب بيقدم ليهم، نتعلم من الرب درس، مش لانه عندي معلومات اقولها ومش مهم اللي قدام مني، لا هو يقدر يفهم قد ايه، طب ايه خلفيته وبناء عليه ابدا ابني علشان الكلمه تجيب ثمر. طيب في سؤال ممكن يتسال هنا أخي يوسف ازاي الله يسمح بدخول الشر والتعليم المضله والناس ديت وطيور السماء لعمل هو اللي عامله؟ أعتقد عندنا رد مزدوج واحد في العهد القديم واحد في العهد الجديد بيقول بيرد على السؤال ده مثلا في كورنثوس الأولى 11 قال الرسول لابد أن يكون بينكم بدع ليه؟ للابد لكي يكون المزكون ظاهرين وكأنه عاوز يقول لنا أن ربنا بيسمح بهذه الارتقاط علشان يفصل ما بين اللي بيحب كلمة الله وبيدرسها وعنده كلمة الله هي المرجع النهائي وبين اللي بيمشي وراء كلام البشر اللي بيمشي وراء كلام البشر هيبقى محمول بكل ريح تعليم في العهد القديم برضو نلاقي فكرة مشابهة في سفر التثنية أصحاح 13 فبيقول كده إذا قام في وسطك نبي أو حالم حلم وأعطاك آية أو عجوبة ولو حدثت الآية والعجوبة بيقول لك اذهب نعبد آلهة أخرى لا تسمع لكلام ذلك النبي لان الرب الهكم يمتحنكم لكي يعلم هل تحبون الرب الهكم من كل قلوبكم ومن كل نفوسكم وهل تسيرون وراءه تحفظون وصاياه يبقى إذا الله بيسمح كنوع من الغربله والامتحان انا بحب الرب وبحب كتابه فحلاقي ان الامور واضحه وحلاقي ان اجابه عن كل الهرطقات اللي قدامي دي عندي في الكتاب المقدس انا ماشي وراء الناس يبقى ما تستغربش لما الناس تضللك لانك انت ماشي ورا الناس ولان الله خلق الانسان باراده حره فالاراده الحره تقتضي اختيارات ايوه يعني لو انا ما عنديش اختيار واحد هو هتمشي كده فين الاراده الحره في الموضوع ف يعني الله بيعمل كده هو لان انا عندي اراده حره ينبغي اني اشغل هذه الاراده في الاتجاه اللي اختار فيها الله ان انا امشي ممكن اضيف ايه ثالثه اخيس عشان يبقى حبل مسلوس حضرتك ذكرت شاهدين في كمان شاهد تاني في تسالونيك التانية 2 عدد عشر اللي بيقول كده هقرا وبكل خديعة الاسم في الهالكين لأنهم لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا رفضوا الحق علشان يخلص ولأجل هذا سيرسل إليهم الله عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب لكي يدان جميع الذين لم يصدقوا الحق بل سروا بالاسم بعت لهم الحق مش عايزينه طب في الاسم لا احنا فرحانين بيه أحب اللعنة فاتته ولم يصر بالبركه فتباعدت عنه وقال لهم في ذلك اليوم لما كان المساء لنجتز الى العبر فصرفوا الجمع واخذوه كما كان في السفينه وكانت معه ايضا سفن اخرى صغيره فحدث نوء ريح عظيم فكانت الأمواج تضرب إلى السفينة حتى صارت تمتلئ، وكان هو في المؤخر على وسادة نائمة، فأيقظوه وقالوا له: يا معلم أما يهمك أننا نهلك؟ فقام وانتهر الريح وقال للبحر: اسكت ابكم. فسكنت الريح وصار هدوء عظيم، وقال لهم: ما بالكم خائفين هكذا؟ كيف لا ايمان لكم؟ فخافوا خوفا عظيما، وقالوا بعضهم لبعض: من هو هذا؟ فان الريح ايضا والبحر يطيعانه. أخ عادل ما بقي لنا من هذا الأصحاح الثمين، آه، معجزة في منتهى الأهمية والروعة آه، ادينا فكرة عن محتواها هذه المعجزة هي عبارة عن واحدة من خمس معجزات مرتبطة بالبحر وواحدة من معجزتين بس في كل المعجزات اللي جم في الأناجيل مرتبطة بتسكيت العصف يقول لنا الكتاب في بداية المعجزة آه، وقال لهم في ذلك اليوم لما كان المساء لنكتز إلى العبر فصرفوا الجمع وأخذوه كما كان. إيه معنى كلمة أخذوه كما كان؟ طول النهار المسيح كان بيعلم فيبدو إن كان منهك القوة، فأخذوه بهذه الحالة من الإعياء الجسدي على السفينة. وبعدين بقى في السفينة لما كان المسيح وتلاميذه موجودين في البحر حصل بقى حاجة عجيبة أوي. حصل إن الريح بقت شديدة جدا والموج عالي قوي. ابتدت الأمواج تضرب السفينة حتى كادت السفينة تمتلئ وفي هذه المعجزه بنرى ان المسيح له طبيعتين طبيعه لاهوتيه بنسبه 100% وطبيعة انسانيه بنسبه 100% ليه بقول المسيح له طبيعه انسانيه شابهنا في كل شيء المسيح كان معاده الخطيه طبعا ما بيح... عدا طبع. الخطيه بالتاكيد صحيح. المسيح كان بيحتاج ياكل لانه بيجوع كان يحتاج يشرب لانه بيعطش لكن هنا المسيح كان يحتاج ينام لأنه تعبان طول النهار فكان نائما على وسادة في مؤخرة السفينة بس بعد شوية أظهر طبيعة الطبيعة اللاهوتية أظهر أنه الله مية في المية لما قام انتهر الريح والبحر قائلا أسكت ابكم فصار هدوء عظيم ده اللي مكتوب عنه له البحر وهو صنعه ده اللي مكتوب عنه أزاجر البحر حين تعج أمواجه فالطبيعتين الإنسانية واللاهوتية ظهروا في أجل بيان في هذه المعجزة آه على كلام لا إنه إن عنده الطبيعة اللاهوتية كمان أول آية جت في مزمور تسعة وثمانين تسعة أنت بيكلم الله متسلط على كبرياء البحر عند ارتفاع لججه أنت تسكتها فهم في الحقيقة في الآخر آه آخر قالوا مين من ده مين ده اللي يقول للبحر أسكت ابكم فيصير هدوء عظيم مين ده وفي الحقيقة دي واحدة من أقوى الأدلة على لاهوت المسيح، فمن يستطيع أن يزجر البحر عند ارتفاع لججه أنت يا رب أنت تسكت هو اللي كان بيكلم أيوب أيوه الرب في أيوب 38 من حجز البحر صحيح. بالمصاريع حين اندفق فخرج من الرحم فهو يهوى بتاع العهد القديم هو بنفسه المسيح اللي سكت البحر صحيح والعصف لو اللي بيندهشوا من تسكيت البحر دول من سكان البحر يعني شغلانتهم دي شغلانتهم ويا ما حاولوا طبعا يهدوا بحور ويا ما حاولوا انهم يعملوا حاجات فهم يعلمون تمام العلم ان الشخص اللي يقدر يسكت البحر ده مش اي حد لكن العجيب ان في في الظروف دي آه ظهر قلة إيمان التلاميذ جدا فاستحقوا من التوبيخ من الرب وقال لهم ما بالكم خائفين هكذا كيف لا إيمان لكم استحقوا التوبيخ آه قلة الإيمان تعمل حاجتين الحاجة الأولى تجيب خوف مش في محله والحاجة الثانية ممكن تخلي الواحد يتكلم على المسيح كلام برضه مش في محله لأنهم لما جم يصحوا المسيح أو يوقظوه قالوا أما يهمك أننا نهلك لكن الإيمان الكبير يطرح الخوف إلى خارج ويخلي الواحد يتكلم عن المسيح بلياقة وأدب على سبيل المفارقة بولس في ظروف مشابهة بل قد تكون أصعب في أعمال 27 كان عنده الإيمان القوي علشان كده لما تكلم تكلم بلغة جميلة قوي تكلم عن الرب بلغة جميلة وقف به ملاك الإله الذي أنا له الذي أعبده قال لي لا تخف يا بولس وهبتك أنفس جميع الذين معك في السفينة وبنشوف ما فيش ذرة خوف عنده في الظروف دي لأن عدد الموجودين على السفينة 276 وهو بيقول لهم بلغة اليقين لا تسقط شعرة من رأس واحد منكم كلمة عظيم جت في المثل في المعجزة دي ثلاث مرات وقيل إنها بتلخص لنا هذه المعجزة المرة الأولى في عدد سبعة فحدث نوء ريح عظيم, عظيم. والمرة الثانية في عدد تسعة سكنت الريح وصار هدوء, هدوء عظيم, عظيم. والمرة الثالثة في عدد واحد فخافوا خوفا عظيما عظيما صحيح وكأن مش بس بتلخص المعجزة لكن بتلخص حياة المؤمن حياة المؤمن في البداية ريح عظيم ظروف صعبة بنجتاز فيها وبعدين المسيح لما بيتدخل بيحول الريح النوء ريح العظيم ده بيحوله إلى هدوء عظيم يقدر قدر وبيقدر وزي ما حضرتك قلت في قصة أعمال 27 طبعا بيقدر وبعدين كانت النتيجة إنهم عرفوا أكتر مين هو الشخص ده يعني الرب ليه بيسمح لنا بظروف صعبة علشان نعرفه بصورة أفضل من هو هذا خافوا خوفا عظيما وقال بعضهم لبعض من هو هذا فإن الريح أيضا والبحر يطيعاني أقدر أشوف في الأمثال اللي فاتت كيف يكون الإيمان وعمل الإيمان أقدر أشوف في المعجزة دي امتحان الإيمان الكتاب يقول هنا إيه الرب قال لهم لنكتاز إلى العبر هيجي بعد كده في أصحاح ستة ألزمهم أنهم يدخلوا إلى السفينة ليه؟ الإيمان الحقيقي لازم يتحط في الامتحان تلميذ اللي اتعلم الدرس لازم يدخل المعمل ولازم بعدها يدخل إلى الامتحان علشان يظهر قد إيه هو استوعب الدرس قد إيه هو فهم الدرس في كمان نتيجة حلوة تاني أنه في أربطها بمزمور 107 يقول كده النازلون إلى البحر العاملون عملا في المياه الكثيرة إيه الفايدة ليه يا رب تنزلنا في هيجان الريح والأمواج ولا انا عايز أعرفك حاجة حلوة قوي ما تعرفهاش وانت قاعد على الشط هم رأوا أعمال الرب وعجائبه في العمق طب ما توريهاني وانا بره لا الشط ده بتاع الاطفال الصغيرين جردل وبتاعه يلعبوا في الرمله بره لكن عايز تشوف الاعمال والعجائب اللي ما عندكش فكره عنها تشوفها في العمق امر ده بامر منه ده الموضوع مش جه صدفه لا مش الموسم بتاع الرياح أمر فأهاج ريحا عاصفة رفعت أمواجه يصعدون إلى السماوات يهبطون إلى الأعماق وبعدين عدد 38 يصرخون نتيجة من نتائج الحلوة لكن لازم يوصلوا مش الرب قال لهم هنا لنجتاز إلى العب هيوصلوا هيوصلوا يقول في المزمور هنا إيه فيفرحون لأنهم هدأوا فيهديهم إلى المرفأ الذي هتوصلوا هتوصلوا ما تخافون تفويل المرفأ الذي يريدونه يعني يريدونه آه. آه يعني, يعني يعني في الاخر المقصد النهائي بتاعي انا ماشي معك وهكمل معاك رب في نفس المكان بس طرق الرب احيانا بتكون من سكك مختلف عن السكك بتاعتي انا المعجزه دي بتورينا حاجه جميله جدا في المسيح الاطمئنان الاطمئنان وبنشوف طمأنينة مثلثة في حياة المسيح في بدايته في كل حياته ثم في نهاية حياته نقدر نشوف دي في ثلاث مزامير مزمور أربعة مزمور 16 مزمور 22 في مزمور 22 لأنك أنت جذبتني من البطن جعلتني مطمئنا على ثديي أمي رغم أن الدنيا كانت مش حلوة لما تولد المسيح كان هيرودس ناوي يقتله وأعتقد أن يوسف النجار انزعج شوية ويمكن المطوبة مريم انزعجت شوية أما المسيح فبلغة مزمور 22 جعلتني مطمئنا على ثدي امي. هنا صوره لحياته، كانت حياه مش سهله. عاصفه مزعجه في البحر، لكن هو في مؤخر السفينه على وسادة نائما بتفكرنا مزمور اربعه عدد ثمانيه، بسلامة بس اضطجع بل ايضا انام لانك انت يا رب منفردا في طمأنينة تسكنني. راح للصليب وفي الحقيقه الصليب كان مزعج للغايه. موت تحت غضب الله. في المزمور 16 عدد تسعه لذلك فرح قلبي وابتهجت روحي ايضا جسدي يسكن مطمئنا لانك لن تترك نفسي في الهاويه ولن تدع تقياك يرى فسادا فذهب الى الصليب ودخل القبر وهو في تمام الاطمئنان واعتقد هو درس دينه الهدوء بتاع المسيح السلام بتاع المسيح اللي قال لتلاميذه سلاما اترك لكم سلامي اعطيكم كلمتكم بهذا ليكون لكم فيّ سلام في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم لكن في فكرة حلوة أخي يوسف تاني أضيفها أي ما فيش شيء يزعجه في الكون كله على الإطلاق صحيح لكن همسات المؤمن م. بلغة التشبيه تصحي طبعاً أي. ما بينامش كرب همسة المؤمن صرخة المؤمن احتياج المؤمن أقل شيء أن تطلع من قلبه لا على طول تخليه يقوم ويتحرك وإنجاز التعبير أقول ينفذ طلب المؤمن واحتياجه واحد شبهه بطفل في حضن أمه والست راكبة قطر والقطر عامل صوت مزعج قوي قطرات زمان وهي مش وهي نايمة أول ما ابنها بس يقول أه تبص تلاقيها صحيت عندها يعني استشعار لابنها هنا الـ الـ اللي زي الأم الحنون ما صحوش العاصفة لكن صحاه انزعاج التلاميذ بالتأكيد هناك فارق كبير بين نوعي الخوف المذكورين في هذه المعجزة في خوف في عدد أربعين وخوف في عدد واحد واربعين خوف عدد أربعين خوف عدم الإيمان لكن خوف عدد واحد واربعين اللي بيقول عنه خافوا خوفا عظيما وخوف الاحترام والمهابة مش مطلوب مننا أبدا نخاف النوع الأول خوف عدم الإيمان لكن مطلوب مننا جدا نخاف النوع الثاني خوف الاحترام والمهابة اعتقد بطرس الرسول في رسالته الأولى يتكلم عن النوعين أما خوفهم فلا تخافوه بل قدسوا الرب الإله في قلوبكم عزيزي المشاهد إن بحر هذه الحياة سيزداد اضطرابا يوما بعد الآخر لكن إن كان المسيح في سفينتك من حقك انك تكون مطمن زي ما هو كان وعاش كل الأيام على الأرض هنا مطمن يديلك سلامه الشخصي لكن لو ما كنتش دعيت المسيح لسفينه حياتك، دعني اسالك من هو هذا؟ مين هو المسيح بالنسبه ليك؟ ليتك تقبله مخلصا وربا على حياتك فتنال فِي كل الهناء والسعاده. اشكركم على وجودكم معنا في الاستوديو واستودعك عزيزي المشاهد لنعمه الله على امل اللقاء في حلقه جديده من برنامجنا فاحصين الكتب والرب معانا.